الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والبخيل الذي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي. نصلي عليه لأنه أنقذنا، لأننا نحبه. أبشر، إذا كنت تحب المصطفى عليه الصلاة والسلام اعمل واقتدي به، فإنك ستكون معه عند الله يوم القيامة في الجنة، تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولهذا الصحابة يقولون: فرحنا أكثر فرح بحديث النبي: المرء مع من أحب. يحبون النبي حبا عظيما. فقط صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان الله والملائكة يفعلون هذا الفعل، ما بالنا نحن لا نفعله؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله أكبر، الله يثني عليه في الملأ الأعلى، هذه صلاة الله على خلقه. والملائكة تثني عليه وتستغفر له عند الله، هذه صلاة الملائكة. إذا كان الله وملائكته يصلون على النبي، لما لا نصلي نحن على النبي عليه الصلاة والسلام؟ من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10، يعني أنت تقول: اللهم صلي على محمد، الله يصلي عليك 10 مرات. أرأيت الأجر العظيم؟ والله لو جلسنا طوال أوقاتنا فقط نصلي عليه عليه الصلاة والسلام لما كنا مبالغين. بل البخيل الذي لا يصلي عليه، وصلاتنا وسلامنا على النبي عليه الصلاة والسلام تصل إليه وهو يعني بعد موته وهو في قبره عليه الصلاة والسلام، تصله صلاتنا وسلامنا عليه ويرد النبي عليه الصلاة والسلام. المرء مع من أحب، تحبه أكثر من الصلاة عليه. بعض الناس يظن أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، تصلي عليه واتبعه وتأسى به واقتدي به. نعم، إنه النبي، نعم هو بشر، هو بشر يأتمر بأمر الله عز وجل، هو بشر كما قال عن نفسه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم هو عبد لله ورسوله، ولكننا نحبه. لا يؤمن أحدكم، شوف، لا يؤمن حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نصلي عليك يا رسول الله صلاة دائما دائمة أبدية، عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه كل وقت وكل حين، على الله عز وجل أن يشفعنا فيه يوم القيامة.